معناها تعاد منذ عشر ما نقولش مش اسمه نقول صحيح منذ 10 سنين مشكلة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه. فما اللي يقول لك دعم مش كالسقيه، فما اللي يقول لك نعملوا مواد نحكي لك معنا الاستوريك مواد للفقراء والطبقة الوسطى ومواد للأغنياء، فما يقول لك هذه باش تقسم المجتمع. معناها شو واحد بعطيه السكر أبيض الأخر تعطيه السكر الأسمر إلى آخره. فما اللي يوصل قالوا نعملوا كارتة، وثم نعملوا كارتة، وثم في تجربة بلدان فهمتوا لا فراخ ما نعرف شنو كذا جيبوها من برا هذيك الطبقات الحصيل. هذه قضية ولات قضية أزلية، وكل واحد يقول لك مش هي هذه أولا نقول لك مازلنا في البش مازلنا في لا وكل واحد يرمي يخلي الدوسي هذاك اللي بعده واللي جاي بعده يقول لك إيه صحيح راه مش الدعم. وفي الأثناء معناها الدعم مش معناها يتفاقم، معناها الميزانية المخصصة للدعم تتفاقم، ومشكلة الدعم معناها موجودة كيف البارح كيف اليوم. وفي المشكله الاخرى تلقاه معناها شو اسمه وبعد تولي ندره المواد الاساسيه، وبعد تولي مشكله التوريد، وبعد مشكله المسائل التجاري، وتولي معناها تولي معناها في بول دو نيج معناها كره الثلج تتدحرج وهي المشكله. ونزيد عام ونزيد تستعصي ايجاد الحلول، ونزيد عام ونزيد معناها المشكل يتطور. معنا قضيه اسمها قضيه الدعم، متفقين متفقين لازم توجيه الدعم للمستحقين. إيه كيفاش؟ هذا هو السؤال، كيف يوجه الدعم للمستحقين؟ احنا الناس كلهم متفقين. تقول لي معناها باش نعاودوا نكتشفوا العجله مش جديده، تقول لي توجيه لا تقول لي فيش تمكميك في تونس لا برشا، تقول لي توجيه الدعم هي حتى المتفقين كل اي باش نوجهوا اي صحيح، لكن انت عندك سلطه القرار قول لي كيفاش، مش قول لي شو اسمه شنو الدعم، وعندك مجلس النواب وعندك معناها المراكز الدراسيات ما عرفش شنو هاتوا قلنا. وهو طيب واطرح الموضوع خلينا باه نخرجوا من الجديه شوي، هو الحس الكونسيبت نتاعها جدي. كيف نحكيوا على انه مستحقيه الدعم اخي في تونس مازال كل مستحقين كلنا هذيك المشكله اسيدي حسب اخي انت الطبقه المتوسطه مش موجوده. نعطيك رقم الموظفين كلهم نعطيك رقم نعطيك رقم نعطيك رقم مين هو باش الساده المستمعين يكونوا اطلاع لازم معناتها حسب الارقام الرسميه مو كانت الطبقه الوسطى تقريبا تمثل 70% من 60 70% من التونسيين اليوم اقل من 40%. اش معناها؟ خلينا ناخذ مثال بسيط باش معناها هو معناها على الاقل 30% هذوك ولاو في الفقراء زادوا الفقراء باه. والدخل الفردي في تونس كان في 2010 تبعني باش نبدا الواحد والمستمع 4000 دولار اليوم قداش؟ اليوم بعد 5 سنين 3500 دولار. ايش معناها؟ معناها ثم تفقير او فقر. ثم قداش عدد الفقراء في تونس؟ شكون يستحقوا الدعم؟ ما كان يسمى بالطبقه الوسطى هي اليوم في حاجه للدعم، كيفاش باش تدعمها؟ شكون المستحق؟ تونس كل مستحقين هم للدعم. ناحي الريع. ناحي الريع هذاك متفقين هذاك معك كيفاش باش توجهوا؟ قول لي خويا ابدا قول لي راه على 5 سنين 4 سنين المهم المهم البدايه طيب خويا ابداوا دكتور تو كيفاش نبداو وتقول لي انت على 5 سنين راهو كي تشوف معدل مع تشدين الوزارات راهي حتى عام ما تصيرش راهو معناتها كي نشوف عدد الوزراء ورؤساء الحكومه لا والله والله لا والله صحيح معناتها المعدل نتاع لا والله لا ستابيليتي هذيك المشكلة كتب هذا يجي هذا يجي هذا يجي المشكلة يجي لا المشكلة مش مربوطة بوزرة حاجة الآخر مش مربوطة بوزرة مش مربوطة بوزرة لا 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 ما يكملوهاش ما يجي يفسر لا كي نعمل خلينا تو هذا صحيح موضوع عشرت الموضوع هام بهم جدا يا اخي عندنا هذيك قداش من رئيس حكومة تو تعدى 9 10 11 تو 10 11 تو من 2011 تو 11 لا لا بالحالي 11 لا لا بالحج التفكير والوزر قداش 500 وزير تعداهم من 2010 قول 500 باش ما نبالغوش باش ما نبالغوش نقولوا 500 باش ما نبالغوش يعمل استراتيجيه وطنيه كي تعمل استراتيجيه وطنيه طبقها الدوله راه بقات على النظر تبدل الوزير ما تبدلش الوزير المدير العامين والادارات موجوده ثم استمراريه الدوله اما المهم تكون ثم اتفاق وطني على هذه قضيه مصيريه تم تونس كلها طبعا تعمل نجم تعمل استشار الحصيل وفي الاخر ثم لابد من اتخاذ القرار. اما اللي يجي يقول بارك الله فيك باش توجد دعم المستحقين يعطيكم الصحه برافو اي وريني كيفاش نبقاو احنا مستحقين شكون مستحقين وكيفاش وكهم الوسائل بالضبط.